الرئيس السيسي يؤكد لماكرون مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي. مصر والعراق والأردن يؤكدون تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار. السلطات السودانية تشكل لجنة لترتيب مراسم التوقيع النهائي على إدارة المرحلة الانتقالية. منتصف ليلة القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الدعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد الرئيس السيسي على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي. ومن جانبه أكد ماكرون أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والنقل بحضور رئيس شركة بومبارديه العالمية للنقل، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة واتساقا مع أعلى المعايير الدولية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشددا على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيا الحديثة في التصنيع. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الإنتاج الحربي والنقل ورئيس الهيئة العربية للتصنيع. كما وجه الرئيس السيسي بدفع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لمواجهة أي تحديات في هذه المشروعات. أكد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتكثيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية. وفي بيان مشترك في ختام اجتماعاتهم بالعاصمة العراقية بغداد، شدد الوزراء الثلاثة على أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، وتفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة السورية وتكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. شكلت السلطات السودانية لجنة لتأمين وتأهيل مسار الوفود الأجنبية وترتيب مراسم استقبالها لحضور الاحتفال بالتوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر في 17 من أغسطس الجاري. ونوه رئيس اللجنة إلى استعداد جميع الأجهزة لعملية التأمين، مشيرا إلى اكتمال استعدادات اللوجستية مع اللجان الأخرى المختصة بالإعداد لحفل التوقيع النهائي. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.